المي هي حياة، يعني نحن بكل بيت بحاجة للمي. انقطعت المي من فترة، ومعاناة المي أكيد مثل كل العالم. بدي غسل، بدي أتحمم. في كتير قصص بتتعطل وقت تتعطل المي، وخاصة بزمن كورونا إحنا كتير احتجنا لمي لما بدنا نغسل الخضرة نعقم. اكتشفنا إنه في عطل واتصلنا برئيس الدائرة وتبين إنه في عطل عام، فدغري تصلحت ومش الحال، ورجعت المي للبناية كلها دون استثناء. طبعاً رجعت الحياة وصرنا نغسل نتحمم كل شيء. يعني المي هي شغلة أساسية بالبيت، وهي أساسية بالحياة مش بالبيت بس.